لما احب احفظ اغنيه كنت اروح جايب الاغنيه دي واقعد اسمعها واقعد اكتبها واكتب الاعادات بتاعتها واكتب الكورال واكتب مثلا النفس اللي بياخده المطرب فين، والعربه دي اروح عامل شكل للعربه اللي بيعملها في الحته دي، اللي هو اقعد احفظ الاغنيه بكتبها. فانا اول ما بكتب الاغنيه خلاص الاغنيه اتحفظت واتكتبت وهنبتدي بقى فعلا نغنيها باسلوب بروفيشنال، لان انا ما اتعلمتش حتى الغنى في كليه التربيه الموسيقيه مثلا او درست الموضوع، انا عملته كله بهوايه كان يعني لقيت نفسي بحب اغني وكده، وكنت اساسا هندسه وكنت فعلا اشتغل مهندس فالفكره انه الحاجه دي بتخلي الواحد يبقى فعلا عايز يعني يتحسن كل شويه اكتر.